حياكم الله مشاهدي ومستمعي المدانة، حامد السيد وحييكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج ناس وحكومة. بصفحة البرنامج برنامج ناس وحكومة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حقيقة هذه الصفحة متاحة لشكواكم دائما ولمداخلاتكم مثل ما جاي يشاهدوها الآن على الهواء مباشرة. بإمكانكم حقيقة من خلالها مراسلتنا وإرسال الشكوى وإرسال الملاحظات حول كل حلقة، وأيضا المداخلات ومشاركة كل حلقة على الهواء مباشرة. اللي وصلنا عبر الصفحة الخاصة ببرنامج ناس وحكومة في الفيسبوك شكوى من منطقة حي الأمانة في بغداد. أهالي منطقة حي الأمانة حقيقة يبدو لا زالوا يعانون، يعني مثل من شاهد شوفونا الصورة بوضوح شباب إذا تقدرون. عندنا الشاب محمد طبعا أعتقد من أهالي حي الأمانة يقول السلام عليكم، شلون ايش كاتب شباب؟ ايابه كلها بصفحه واحنا حي الامانه كلها واحنا ما اعرف ايه ايابه كلها بصفحه واحنا حي الامانه بصفحه، تقريبا 75% من البيوت هسه غرقانه وفارغه واهل البيوت عفوها، فاحنا وعدنا انه سيتم عرض الشكوى في حلقه من حلقات برنامج ناس وحكومه، وفعلا اليوم هذه الشكوى هي امام امانه بغداد. اللي يسمع صوت محمد من أهالي حي الأمانة يفترض حقيقة أنه نستجيب له بشكل سريع وعاجل، 9 أيام على انتهاء مطرة يوم الأربعاء الماضي، يعني من المعيب جدا ونكرر دائما يعني لا يتناسب مع سمعتنا كمواطنين في بغداد نعيش في هذه العاصمة والأمطار لا زالت تحاصر بيوتنا وتدمر بنانا التحتية. ما يصير يعني، لازم الشافطات تشتغل، لازم المجار ننظفها، لازم عندنا استعداد. وحكينا في حلقة خاصة مع السيد حكيم عبد الزهرة والسيد حسن ربيعي عضو مجلس المحافظة، حكيم عبد الزهرة بصفته كان مدير إعلام أمانة بغداد، والأخوة أيضا أثاروا نقطة مهمة أنه الاستعداد كان موجود بس المجاري كانت مغلقة. طيب هي المجاري إذا كانت مغلقة وإذا كان متجاوز عليها من قبل المواطنين، بالنهاية هذه مهمة أمانة بغداد أنه تفرض نوع من الرقابة، تفرض نوع من المحاسبة، كل هذا ما راح يكون موجود، لا راح تفيض حقيقة بغداد ولا راح يغرق شارع من شوارع العاصمة ولا راح تفيض دربونة من درابين المناطق اللي جاي نشاهد صورها الآن يعني بالفيسبوك. عندنا شكوى أخرى من مجموعة من طلبة حقيقة، طلبة يبدو المدارس للوقف الشيعي، إذا شباب تظهرون الصورة بوضوح حتى نقدر نقراها حقيقة لأن بعيدة عليه. أي والله ممكن نشوفها هنا من بالشاشة. طيب يقول طبعا صاحب الرسالة اسمه سيلفر، اي ما اسمه مستعار. المهم يا كادر ومقدم برنامج ناس وحكومة الأستاذ، طبعا شكرا لك الأستاذ المبدع حامد السيد، شكرا على هذا التقييم. نقسم عليكم بحق الإمام الحسين المظلوم عليه السلام، نرجو من حضرتكم ذكر تفاصيل مظلوميتنا المدونة في الرسالة وأخذ قضيتنا بنظر الاعتبار وإثارة حقوقنا المسلوبة لدى جميع مفاصل حكومتنا المحترمة بكل شفافية، ودامت قناة المدى الأصالة والاعتدال منبرا إعلاميا شامخا وصادقا وهادفا لإعلاء صوت الحق إن شاء الله. طبعا أولا أشكر على هذا التثمين وعلى هذا التقييم، الحمد لله وشكرا نكون عند حسن ظن حسن ظن المجتمع العراقي والمشاهدين الأكارم والمستمعين. يبدو أنه قضيتهم الأخوة الموجودين اللي هم طلبة في مدارس الوقف الشيعي متعلقة بالاعتراف بشهادتهم. المدارس تدرون في الوقف الشيعي هناك مدارس، وأعتقد من الثالث متوسط يبدأ الامتحان الخارجي وعندهم امتحان السادس أيضا، بس هم يركزون على الدراسات الإسلامية الدينية في مدارس الوقف الشيعي. يبدو مشكلين لجنة جديدة بحسب ما افتهمناه بالرسالة الخاصة اللي ما قدرنا حقيقة نعرضها لأن طويلة ومفصلة، لكن أنا راح أوجزها وألخصها لكم. أنا البارحة قريتها من فتحت بريد البرنامج. أكو لجنة مشكلة بعضوية وزارة التربية والوقف الشيعي أيضا ووزارة التعليم العالي. هذه اللجنة المشكلة يبدو راح تعيد، أعتقد أصدرت قرار بإعادة امتحانات الصف الثالث متوسط لمدارس الدينية التابعة للوقف الشيعي. الجماعة هنا يرفضون إعادة يبدو الامتحانات، هذا ما افتهمناه من الرسالة. في نفس الشكوى أيضا الجماعة يعانون من مشكلة، وهو أنه إحنا جاي ندرس في مدارس الوقف الشيعي لكن نتفاجئ بعد ما نتخرج من مرحلة الإعدادية السادس الإعدادي اللي هي مدارس الخاصة بالوقف الشيعي نتفاجئ بعدم الاعتراف بشهادتنا.
وينبغي أنه الوقف الشيعي إذا كول مدرسة وأسس مدرسة علمية دينية يفترض هنا أكو سياقات قانونية. يعني أنت شو مرط نفسك إذا تأسس مدرسة أو تأسس جامعة أو معهد؟ يعني ليش تورط العالم حقيقة تجذبهم للعلم ويدرسون ويستغرق 4 سنوات 5 سنوات في الدراسة بعدين تفاجأ بعدم الاعتراف؟ زين ما تعترف بشهادته لا في كلية العلوم السياسية لا في الإعلام لا في القانون، ما أعرف يعني حد المستقبل على الأقل في الكليات الخاصة بتعليم الشريعة. ينبغي إعادة النظر في الاعتراف بشهادة الوقف الشيعي، وأيضا نتمنى منهم الرد على رسائل المواطن أو رسائل المجموعة من الطلبة اللي هم يدرسون في مدارس الوقف الشيعي. هذا كل ما وردنا في بريد برنامج ناس وحكومة. أما حقيقة بداية الكلام نريد نتحدث المرة على هموم النازحين ومعاناتهم. تدرون الأمطار أيضا عمقت جراحاتهم، الأمطار من أجتنا هذا الموسم الكبير من الأمطار يعني هو فعلا أصاب مدن بغداد بالغرق بالفيضانات، لكن أكو جرح عميق يعني وأكو فظاعة كان من المفترض حقيقة أن نعالجها مستقبلا على مود من نواجه كارثة أخرى تضاف إلى كارثة الأهالي. عندنا مجموعة من العراقيين المواطنين اللي بلغ عددهم 3 ملايين نسمة، هاي 3 ملايين نسمة هم نازحين هجروا منازلهم تركوا بيوتهم في المناطق اللي احتلت من قبل تنظيم داعش التكفيري والإرهابي. هسه دولة من يروحون إلى منطقة يفترض هذه المنطقة هي منطقة إيواء توفر لهم الغذاء وتوفر لهم السكن اللائق، أما إحنا قعدناهم في خيام وهذه الخيام من قماش والقماش معرض إلى الاحتراق للحريق، وأيضا القماش معرض طبعا مثل ما جاي نشاهد هذا وضعهم. طبعا هنا سيد وزير الهجرة مشكور طبعا هسه الآن ذكرناهم دزيناهم دواشك بس باوعوا هذا المشهد طلعونا يا ذا تقدرون شباب بالصورة العامة حقيقة. هذه معاناة النازحين بعد الأمطار، يعني احنا مقعديهم من منطقة ترابية وهذه المنطقة لا مبلطة. طلعونا مجلس النواب شو اي والله ريد لا ريد اهلنا مرتوا اي ذول الناس اي نو هذا واقعهم، يعني منطقة لا بلطنا لهم. اي ادري اذا احنا نعرف بواقعنا هذه مقدرتنا هذه قوتنا ما نقدر نطرد التنظيم خلال سنة او سنتين، نعرف الأزمة راح تشتد، نعرف الأزمة راح تطول سنة سنتين، أدري بهاي السنة السنتين، هسا سنة على نزوحهم من مناطقهم، سنة ما قدرنا نبلط لهم شوارع، ساحات، سنة على الأقل المحيط هذا المحيط بالمخيم مالتهم، نقدر نعبده، نقدر نصبه بصبه، هسا شبينته موجود، الرمل موجود، والحصن موجود، هو شنو قيمته؟ إيش قد يكلف الدولة؟ ما عندنا إمكانية نبلط؟ زين، هسا لا من مرجعيهم إلى مدنهم وطاردين داعش يعني على وجهه ومحررين المدن بدون ابتزاز سياسي بدون صراع سياسي ونقول لهم يا بهاي مدنكم تعالوا قعدوا بيها، ولا من احنا نوفرهم مكان للإيواء يناسب كرامتهم كعراقيين وكمواطنين وكبشر. هذه الصور اللي جاي نشاهدها حقيقة هذه الصور بيها انتهاك لحقوق الإنسان. هذه المنظمات الدولية جاي تراقبنا يا جماعة، جاي تراقب وضع العراق، هذا كله متعلق بسمة العراق بصفة العراق، يعني العراق أبو القوانين، العراق أبو الخيرات، العراق أبو الحضارات. هذا مستقبله في عام 2015 المواطن بي يعني نازح من منطقة إلى منطقة، وبحد ذات النزوح هو جريمة ضد الإنسانية. النوبة أنا أقعد في منطقة ترابية والمنطقة معرضة إلى الأوبئة ومعرضة إلى الكوارث البيئية ومعرضة إلى الأمراض، لاحقتهم الكوليرا وما أعرف اليوم جاينا مرض جديد بعد شوي نثيره في ملف طبعا هو مستوطن يبدو في العراق لكن انتشر في منطقة الدورة جنوب الله يبعدكم إن شاء الله، مرض التدرن السل الرئوي اللي بدأ يصيب الإنسان، يعني لازم نناقشه، يعني أكو إحصائية مخيفة في منطقة الدورة ونخشى من انتشاره في بغداد وباقي المحافظات. هذا الوضع حقيقة سلطت الضوء عليه زميلتنا سجل الخفاجي في تقرير مفصل، خلونا نشاهده وبعد مشاهد التقرير عندنا اتصال هاتف راح يكون مع السيد ستار نوروز الناطق باسم وزارة الهجرة والمهجرين. سنتحدث مع السيد ستار نوروز بعد التقرير عن آخر ما وصلنا إلى استوديو ناس وحكومة من قرار صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء السيد العبادي أمر بفتح معبر بزيبس أمام النازحين للدخول إلى بغداد وتوفير أماكن جديدة لإيوائهم. تفضلوا بالبقاء. شو
شهور عديدة مضت والعودة إلى الديار أصبحت شبه مستحيلة. أوضاع النازحين في المخيمات لا تنسجم مع قساوة الشتاء وغياب الدعم الحكومي، ما أثار استياء النازحين في مخيم الدورة. ثلاثة أيام إحنا ننام المندل منقع والفراش منقع وملابسنا وجهالي يرجفون. والله الصور يعني زوجي، حتى زوجي قام يبكي من قد ما تأثر على الأطفال. يعني شافهم شلون يرجفون وخايفين وتدرين انت انا غضب، هذا يعني مو مطر، عايشين مأساة يعني بس الله يعلم بيها، ولا شغل ولا عمل ولا هنا ولا مساعدات ولا فلوس ولا كل شيء، ما قاعد يوزعونه ولا قاعد ينطون للناس، ومدمرين ورجالتنا لا شغل ولا عمل ولا رواتب عندنا احنا، ولا يعني احنا ينتبهون على اللي ما عندهم راتب، يجيبون مرات واشيب ومخاوف كل جاي تبوقها. من يبوقها؟ والله ما ادري. يعني ما تجيكم هاي المساعدات؟ تجي مساعدات. ما يعطوكم اياها؟ لا. طيب الحكومه انت تساعدنا تجيب لنا خيم شبيس جسمه، طالب الحكومه نريد جزمة. وزارة الهجرة من جانبها أكدت تقديم مساعدتها المتواصلة للنازحين على الرغم من قلة التخصيصات المالية، لكن لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية اتهمت الحكومة بالتقصير حيال المهجرين ومنعهم من العودة إلى المناطق المحررة رغم تصويت مجلس النواب على ذلك. نحن بدأنا بتهيئة المخيمات لظروف فصل الشتاء، وترون الآن الخيم الشتوية جيدة يعني مقارنة بالخيم الصيفية. الآن هذا المخيم وغيرها أيضا تعرضت للسيول والفيضانات. كوادر الوزارة الهندسية وكوادر الفرق الإغاثة عملت على إغاثة النازحين. الحكومة مقصرة جدا باتجاه النازحين، كثير التقصير اللي من خلال قطع أموال النازحين المخصصة إلى وزارة الهجرة واللجنة العليا للإغاثة والنازحين، استقطاع الأموال اللي خصصت في ميزانية 2014 للنازحين بمبلغ 1,400,000,000، عدم ذهاب الحكومة بإعادة النازحين في المحافظات التي حررت من داعش. كثير من التوصيات قامت في البرلمان صوت عليها، هل نفذت الحكومة؟ أنا أعتقد أنه الحكومة في وادي وتنفيذ القرارات في وادي آخر. أنواع المعاناة في هذا المخيم تتعدد، فالنازحون يفتقرون إلى أبسط الخدمات من الماء والكهرباء والصرف الصحي. استعدادات وزارة الهجرة مع حلول فصل الشتاء ربما لا ينسجم مع الوضع المأساوي الذي يعيشه النازحون، فلا بد من اتخاذ حلول سريعة من قبل الجهات المعنية قبل أن تفقد السيطرة على زمام الأمور. من بغداد، سجى الخفاجي، قناة المدى. شكرا للزميلة سجى الخفاجي على هذا التقرير. مباشرة أنتقل معي عبر الهاتف سيد ستار نوروز الناطق باسم وزارة الهجرة والمهجرين. سيد ستار إذا تسمعنا حياك الله. سيد ستار تسمعني؟ سيد ستار، أستاذ ستار، تسمعني أستاذ ستار؟ حاول الاتصال بي مرة ثانية شباب، أي لأن إحنا عندنا خبر مهم بالنهاية. السيد رئيس مجلس الوزراء سمح بالنازحين ومن منطقة طبعا من محافظة الأنبار اللي محاصرين طبعا، واللي ها موجود سيد ستار؟ سيد ستار تسمعني؟ وياك أخوي العزيز، حياك الله عيني سيد ستار. الله يحييك، شلون صار أخوي العزيز؟ اسمح لي أبدأ من آخر خبر اليوم وصلنا حقيقة قبل لا أدخل الاستوديو. سمعنا أن السيد رئيس مجلس الوزراء سيد العبادي سمح بدخول نازحين عبر معبر بزيفز، يعني شلون آلية دخولهم راح تكون إلى بغداد أو إلى منطقة أخرى راح يكون إيواهم في منطقة في أطراف العاصمة، وين راح يتم إيواء النازحين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة إحنا يعني أقول صلي على برسات الخبر من سال الإعلام المحترمة. نعم. لكن أنا بالنسبة لنا يعني الحقيقة في حالة العقاد داعي الآن ليس طوارئ خاصة. نعم. وزارة الهجرة والمهاجرين يعني كل القطاعات يعني دوائر الوزارة المهمة الحقيقة الآن في اجتماع، وحين سمعنا الخبر الحقيقة كان هناك اتصال أيضا بعض الـ يعني فروعنا وأيضا المفوضين الثاني لشؤون اللاجئين، باعتبار إحنا
لدينا مخيمات يعني في هذه المناطق. زين. الآن الحقيقة لدينا في حدود 500 خيمة جاهزة لاستقبال هذه العوائل، 250 خيمة في سد النسفية و250 قريبة أيضا من منطقة الجيلز يعني باتجاه بغداد. نعم. وبالتالي أيضا يعني هناك لدينا حقيقة يعني مواد إغاثية وأيضا حتى مواد يعني خيم إغاثية أيضا في حالة الحاجة إليه. نعم. نحن كما تعلمون أخي العزيز الآن هي عمليات التحرير محافظة الأنبار العزيزية، أيضا لدينا قد تكون يعني مسألة الأمطار يوم غد يعني. نعم. حسب ما يعني ثبت الأنواع الجوية بهذا الموضوع. ولهذا نحن الآن متحضرين لهذا الموضوع أنه قد تكون هناك حالة تدفق يعني. نعم. كبيرة من محافظة الأنبار باتجاه معبر الجيلز أو باتجاه بغداد بشكل عام، وأيضا قد يمكن تصحب أيضا مسألة تكون الأمطار. وثالثا نعمل على يعني محاولة يعني يعني احنا نتواصل نعم مواقع طوارئ يعني في سبيل استيعاب هذه العوائل. يعني ما قلت لدينا تحالف. طيب. يعني الاولى يعني مجانيه لدينا سيد ستار في موقعين، ايضا يعني جهزنا خير في حاله يعني الحاجه الى مزيد من هذه يعني بناء مخيمات. استاذ ستار هذا مواد الاغاثه التي يعني حقيقه موجوده في مخازننا على هبه الاستعداد لغرض ايصالها في حاله الحاجه. استاذ ستار يعني انت تحدثت قبل قليل عن دخلنا مرحله جديده اللي هي قد تكون مرحله تحرير الانبار وقد نستقبل موجه من النزوح الجديده باتجاه بغداد. وين راح تكون يعني استعداداتنا حقيقه؟ في اي منطقه تتركز من العاصمه؟ عندنا مكان لواءهم في العاصمه؟ اخي العزيز يعني مبدئيا حقيقه يعني عبر يعني استطلاعات فرقنا الان يعني موجوده فرقنا الجوالي في مختلف مناطق خاصه في حقيقه في ركزنا على جانب بغداد الكرخ وايضا محافظه الانبار باعتبار انه حدثت يعني مساله الامطار اثرت يعني على مراكز ومخيمات النازحين في هاتين المنطقتين. نعم. وبالتالي فاحنا لدينا كما قلت تصور يعني اولا يعني موضوع المواقع التي جاهزه الان حدود 500 خيمه. نعم. يعني في موقع في سد النسفية في منطقة الجيل يعني قديم بين إيه بس أكو مشكلة جان واجه استاذ ستة يعني في حالة الحاجة. نعم. لدينا خيم إضافية في مخازن الوزارة. طيب. ممكن أنه أيضا يعني قيم مخيمات على عجل يعني لأنه كما قلت أخي العزيز. نعم. يعني عملية التحرير قد تفحض عملية يعني رسالة الأنبار يعني طبعا يسبب معاناة إضافية. نعم صحيح. نحاول الحقيقة أن يعني نكثف يعني جهودنا و نكثف يعني عملنا بهذا الاتجاه. استاذ ستار عندنا مواقع جاهزه وايضا في حاله الحاجه كما قلت الى مواقع بديله من الممكن يعني اقامتها بشكل عاجل. استاذ ستار احنا جاي نواجه كارثه حقيقه وهذه الكارثه هي انسانيه، يعني احنا عندنا عدد 3 ملايين نازح في العراق. نعم. يعني هي الاف 100,000 200,000 في باقي البلدان تدخل حاله الانذار، لكن احنا جاي نواجه هذا الكم الكبير حقيقه من النازحين. احنا من جاي نتحدث عن اماكن جاهزه للايواء، مخلين ببالنا محسبين انه هاي الاماكن الجاهزه تحتاج الى تصريف صحي، الى تصريف مياه الامطار، تحتاج الى 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 منطقه موت. اسمح لي اخافك انا انت الحقيقه مداخله لطيفه لانه في بقيه بلدان العالم يعني اذا كان هذا يعني 10% من هذا العدد والحقيقه هو الان يعني حدود 650,000 عائله ما يعني اكثر من 3,300,000 يعني شخص وهذا عدد كبير بكل الاحوال وخاصه الان يعني ظروف العراق اصبحت ظروف معقده من نواحي كثيره من النواحي الامنيه من الناحيه الاقتصاديه كما تعلم موضوع الازمه الماليه وغير الامور وبالتالي فاعتقد يعني حركتنا الان يعني ليس دفاعا عن الجهات الحكوميه وزاره الهجره لكن حركتنا الحقيقه بناء على يعني المتاح لنا الان يعني حركه جيده يعني احنا من الخميس الماضي فرقنا يعني كثير مواقع يعني اكثر من 3 ليال هم موجودين في المواقع لغرض سحب المياه وايصال المياه الاغاثيه بناء مخيمات جديده وبالتالي اعتقد انه حركتنا واذا ما اخذنا الموضوع كما قلت يعني وضع العراق الصعب من جميع النواحي اعتقد انه حركه لا باس بها لكن هذا لا يعني انه احنا بنقدم كل ما لا بس يعني نحتاج استثناء فيما يتعلق بالمهجرين لكن على الاقل احنا الان يعني في حاله طوارئ حقيقه وقت وزاره الهجره والمهاجرين وحاولنا نحس المنظمات الدوليه الشريك اللي تتعامل يعني في العراق وايضا يعني الجهات الحكوميه الاخرى نحاول ان نقدم ما نستطيع ان نخفف على الاقل من معاناه هذه العوائل سواء الساكنه حاليا او التي يعني ممكن انه يعني تنزح خلال هذه الايام. استاذ ستار انتم مشكورين وجزاكم الله خير كوزاره بهذا العدد الكبير اللي جاي تواجهوه بالامكانيات الماليه جاي توفرون قدر المستطاع هذا اللي جاي نشاهده من خلال الكاميرا. السيد الوزير جايب لنا دواشق وجايب لنا
مجموعة من الشفاطات، حقيقة شفط المياه وانتهى الموضوع. بس أنا جاي أقول هي القضية قضية تضامنية، ينبغي على وزارة الهجرة والمهجرين أيضا أن تضغط باتجاه الحكومة. يعني الوضع استثنائي لا يتقبل أن نهمل ملف المهجرين ونهتم بجوانب أخرى. أنا أحييك على هذه المداخلة، وهذا حقيقة مداخلة جدا لطيفة. احنا بالتالي امام ازمه انسانيه كبيره، ازمه وطنيه حقيقه. يعني على الكل، يعني الكل المفروض يقدم يعني ما تستطيع خلال هذه الفتره. الان يعني كما تعلمون وزاره الهجره والمهجرين رغم كل ما تقدم الان لا يكفي يمكن اكثر من 20-25% حاجه هذه العوائل، وبالتالي فنحن نحتاج الى حاله استنفار حقيقه. حاله الاستنفار موجوده تتلمسوها كوزاره من قبل باقي المؤسسات؟ نحتاج الى حاله استنفار اخي العزيز. يعني احنا نريد بالتاكيد من الحكومه، لكن ايضا مجلس النواب ايضا من الممكن يدرس باتجاه توفير المزيد من السيوله النقليه لوزاره الهجره والمهاجرين. من الممكن ايضا حتى بقيه القطاعات او الجهات الحكوميه هناك، يعني مثلا الجهات البلديه رغم ان هناك ضغط على الجهات البلديه الان نتيجه موجه الامطار، لكن هناك جهات من الممكن بدون ما احنا نخوض العبء اخي العزيز. نعم. من الجهات الصحيه يجب ان تقدم بخدمه، الان يحتاجونهم رعايه صحيه خاصه في مثل هذه الأجهة. افهم من كلامك اكو تقصير في هذه الجوانب اللي ذكرتها استاذ ستار. يعني صحيح وزاره التجاره الان حقيقه تساعدنا في عمليه تخصيص بعض وسائل النقل، لكن نعم. هذا لا يكفي. نحن نتمنى استاذ ستار مثلا يعني جيد تحاول ان يعني تقدم مواد الحصه المهمه بشكل عادي لهذه العوائل وغير القطاعات. يعني اعتقد انه يجب ان نعمل حاله استنفار وطنيه، لكن هذا يعني ما يحتاج ان ندعوهم بقدر ما يجب حقيقه. هذا رايي يعني نعم. يعني الكل متفق عليه، يجب ان الجميع يبادرون. يعني ما يحتاج انا ادعو جهه حكوميه اقول لها اقطع قدم يعني مساعده ومعونه من العوائل الناجحه، لان هذا موضوع وطني الان اصبح. يعني دول المواطنين دول الناس يجب. الخليه شنو مصيرها استاذ ستار؟ اسالك عن خليه الازمه. أسألك عن خلية الأزمة، شكلنا خلية في بداية الأمر إذا تذكر حقيقة جنابك، وكانت بعضوية وزارة الهجرة والمهجرين ولجنة الهجرة والمهجرين وأيضا نائب رئيس مجلس الوزراء السيد صالح المطلق. وين صار مصير هذه الخلية؟ شنو مقرراتها؟ حقيقة مو خلية أخي العزيز، كانت لجنة الحياة الناجحة نتيجة الأعمال الإرادية، شكلت يعني في 6/7/2014 تقريبا. زين، انحلت هذه؟ الدور الأكبر في عملية إغاثة واللواء، يعني وزارة الهجرة كانت جزء. وهذه اللجنه حقيقه الان لا زالت موجوده، ويعني فيها امتناح عن كل الوزارات والقطاعات ذات الصله بهذا الموضوع. لكن حقيقه الامر احنا الان ايضا نقف امام مشكله كبيره جدا، موضوع السيوله. الان لجنه عليا ليست لديها سيوله، الان احنا فقط وزاره الهجره والمهجرين بنستثمر يعني بعض المبالغ المخصصه للطوارئ، بنستثمر في عمليه يعني توفير المواد الاغاثيه وبعض المواد العينيه لهذه العوائل. وبالتالي اعتقد ان يعني احنا اتفقنا على انه هذه المبالغ وهذه السيوله لا تتناسب مطلقا مع حجم الاحتياجات الكبيره لهذه العوائل. وبالتالي ايضا وعيد وكرر من الحاجه الى مزيد من الدعم، الحاجه الحقيقه الى مزيد من الاسهام من كل القطاعات. نتمنى انه مجلس النواب الموقف يسعى باتجاه تخصيص مواد يعني مزيد من الاموال، وايضا اتمنى ايضا ياخذ نظر الاعتبار في موازنه 2016 ان يخصصوا مبلغ اكبر. الان كما تعلمون في 2015 يعني تم استقطاع ما لا يقل عن 58% من ميزانيه تكميل وزاره الهجره، يعني 58% من حاجه العوائل يعني تم استقطاعها. نعم. نتيجه يعني قرار المحكمه الاتحاديه. نعم. في حينها. سيد ستار نوروز المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، شكرا جزيلا لك على كرم الاتصال وتوضيح ما يتعلق بإدخال النازحين عبر معبر بزيبز، وهو قرار حكومي حقيقة أصدر من قبل مجلس الوزراء قبل تقريبا نصف ساعة. أكرر الخبر أن مكتب رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار يقضي بموجبه السماح بالنازحين الموجودين على جسر بزيبز بالدخول إلى العاصمة أو عبور جسر بزيبس باتجاه بغداد. مشاهدينا بعد الفاصل سنثير ملف برنامج ناس وحكومة المتعلق بانتشار أو إصابة أكثر من 100 مواطن في منطقة الدورة وحدها بمرض التدرن. طبعا حقيقة عافاكم وحماكم الله طبعا من الأمراض، وهذا الرقم مخيف. يعني في منطقة الدورة وحدها موجود فيها هاي الأرقام، ضروري أن نثقف حول المرض من خلال برنامج ناس الحكومة بحضور الدكتور القعقاع طاهر ومدير وحدة الأمراض التنفسية في الدورة. مشكورا حضر إلى استوديو ناس الحكومة، لكن بعد الفاصل سنفتح النقاش، تفضلوا بالبقاء.
شكرا لتفضلكم بالبقاء مشاهدي ومستمعي المدى. أرحب بضيفي في الأستوديو الدكتور القعقاع طاهر مدير وحدة الأمراض التنفسية في حي الدورة أو منطقة الدورة ببغداد. شكرا لحضورك الأستوديو ناس الحكومة دكتور. والموضوع أيضا مثير. بالأمس يعني مراسلنا أورد لنا معلومة أن سكان حي الدورة يعني بدأوا قلقين نوعا ما من انتشار مرض التدرن، وأعداد كبيرة بدأت تلتحق بمراكز الرعاية هناك في المنطقة، منطقة الدورة أكثر من 100 إصابة في منطقة الدورة، وحتى هذا الرقم أكيد له موجود بداية موجود هذا أي بس فقط يعني اسمح لي أن أنوه أيضا يعني للسادة المشاهدين والمستمعين اللي يحب أن يتداخل مع حضرتك ويسأل حول المرض وعن طرق العلاج والوقاية منه، ضرورة أن يعني مفتوح باب الاتصال والاستفسار. طبعا المشاهدين والمشاهدات طبعا الهواتف ظاهرة أسفل الشاشة، واللي يسمعني عبر إذاعة المدى بالتردد 92.8 FM في بغداد وأربيل وتوك و 104.5 في السليمانية، هواتفنا متاحة لمداخلته وهي 077-30-60-60-60 و 078-37-435. دكتور تفضل تحدثنا بشكل مبسط عن مرض التدرن بالنهاية، شلون يصيب الإنسان، طرق العلاج من يمه والوقاية، وبعدين ندخل بالتفاصيل عن الإحصائيات في بغداد إذا كانت لديكم إحصائية أو في منطقة الدورة إن شاء الله. تفضل. بداية أود أن أشكر قناة المدى على استضافتي في برنامج ناس وحكومة نتكلم عن مرض التدفن. يا هلا بك. حقيقة مرض التدفن هو من الأمراض المعدية اللي تصيب الصحة العامة. هذا المرض حقيقة سببه نوع من أنواع البكتيريا السالبة تدعى بعصيات كوخ، اللي هي نسبة للعالم الذي قام باكتشاف هذه العصيات. التدفن نوعان، هناك تدفن رئوي وتدفن خارج الرئة. هذه العصيات إذا أصابت الرئة يدعى بالتدفن الرئوي. 80% من الحالات هي تدفن رئوي، و20% المتبقية يسموها تدفن خارج الرئة. المعروف في مجتمعنا العراقي هو التدفن الرئوي حقيقة. هذا التدفن بأعراض أنه الشخص يصاب بسعال بأكثر من أسبوعين مع تعرق ليلي مع نقصان في الوزن وفقدان في الشهية ونحول وتعب، يعني هو السل بالنهاية، السل هو يدعى بالسل، نعم السل الرئوي، وتعب بالإضافة إلى نفث دموي، السعال مصحوب بدم. هذه الأعراض حقيقة تشير أن الشخص مصاب بمرض التدفن أو السل أو السل الرئوي. هناك نوع آخر اللي هي 25% من الحالات حقيقة اللي هي تدفن خارج الرئة. التدفن خارج الرئة يصيب العقد اللمفاوية. العقد اللمفاوية معروفة موجودة أسفل الفك، موجودة في الفخذ في البطن، ويصيب العظام التدفن. وأيضا حالات تصيب الجهاز الهضمي المعدة والأمعاء. وتصيب الجهاز التناسلي وتصيب الجلد. وفي الآونة الأخيرة يعني حقيقة في منطقة الدورة تم اكتشاف تدفن في شبكية العين وفي قرنية العين. يا ساتر. نعم. فإحنا حقيقة يعني من خلال منبركم إحنا نريد نتكلم عن هذا المرض. اللي يهمنا الآن هو التدفن الرئوي حقيقة. أنا تكلمت عن الأعراض المرض الآن. طرق الانتقال مالته التدفن الرئوي اللي حكيت بيها الاعراض. شلون ينتقل؟ هو مرض معدي جناب. هو مرض معدي نعم. شلون ينتقل؟ عن طريق العدوى بالنهايه. التدفن الرئوي حقيقه ينتقل عن طريق الانسان وعن طريق الحيوان. زين. الانسان عن طريق السعال. عن طريق العطاس. وعن طريق شنو ايضا الـ يعني حقيقه الملامسه القريبه ويا المريض حقيقه. فاذا العطاس والسعال. هذا السعال والعطاس الرذاذ ينتقل مصحوب بالبكتيريا يصيب الشخص. طيب. وايضا عن طريق المصادر الحيوانيه اللي هي الابقار المصابه بمرض التدفن. شلون هاي الابقار المصابه بمرض التدفن؟ عن طريق الحليب الغير مبستر، ينتقل عن طريق هذا الحليب الى الشخص ويصاب بمرض التدفن في الجهاز الهضمي. نعم حقيقة. بس ما عرفنا دكتور درجه خطوره المرض بالنهايه. والله هي خطوره المرض انه هذا المرض منظمه الصحه العالميه قبل ايام معدوده عدت مرض التدفن بصورة عامة هو المرض الأول القاتل في العالم. القاتل. القاتل في العالم. يا ساتر. نعم. نعم. فهذه هي طرق العدوى مالته. حقيقة بعد ما تكلمت عن الأعراض، أعراض المرض، إحنا يعني حقيقة منطين توجيهات إلى المراكز الصحية. أنا مدير وحدة الأمراض الصدرية والتنفسية في قطاع الدورة. في قطاع الدورة. نعم. مسؤول عن 10 مراكز صحية. زين. عند ظهور هذه الأعراض. نعم. يرسل إلي هذا المريض. نعم. وحسئل عن طريق الفحص السريري. زين. أكو شيء آخرين أعتمد عليه في تشخيص مرض التدفن الرئوي وهو
حقيقة الرقائق الشعاعية نسميه التصويب الشعاعي، راح نشوف عتمة سوداء أو عتمة بيضاء في الرئة، هاي يعرفها الطبيب ويشخصها. طيب فيصير التشخيص عن طريق الأعراض السريرية رقم واحد، والشيء الثاني عن طريق التصويب الشعاعي الرقائق الشعاعية، والشيء الثالث المهم هو فحص القشع. زين دكتور، فحص القشع عن طريق نشوف بكتيريا موجودة في القشع نسميه هذا هو التدفن الرئوي الموجب. زين دكتور، يعني احنا اللي وصلنا حقيقة من خلال المراسلات اللي وردت الى برنامج ناس الحكومة ان منطقة الدورة بالتحديد تعاني من هذا المرض، واكو نسبة كبيرة من الاصابات ظهرت في منطقة الدورة. انا راح اسألك عن ليش منطقة الدورة بالتحديد ظهر بهذا العدد، وعندنا مراكز اعلنت احصائيات غير منطقة الدورة بالاصابة بالامراض، واكو تخوف في عند الاهالي في منطقة الدورة ان المرض نخشى ان يكون معدي وينتقل عبر المصابين عنه وفي الاحياء. خلينا نتابع، احنا ارسلنا اليوم فورا حقيقة من سمعنا البارحة البلاغ اللي وصلنا من الاهالي من المنطقة، زميلنا المراسل سرمد القيسي مشكورا اليوم توجه بعدسة البرنامج الى منطقة الدورة ودخل الى المستشفيات هناك او المراكز التخصصية للامراض لمرض التدرن، وايضا رصد لنا عدد من حالات المصابين وسلط الضوء على تفاصيل انتقال هذا المرض باللقاء مع مجموعة من الأطباء المتخصصين. تفضلوا بالبقاء مشاهدين ومشاهدة التقرير. صدق أو لا تصدق، مرض معد غادر العراق منذ سنوات، التدرن أو التدرن الرئوي، ها هو يعود مرة أخرى في مناطق عديدة من البلاد بعد أن طال شبحه أكثر من 100 حالة في منطقة الدورة بمفردها. الحالات المكتشفة هسه لحد الآن اللي هي وجدت في قطاع الدورة تابع لوحدتنا هي هسه المكتشفة 20 حالة موجبة، وبعض الحالات اللي هي مشتبه بها اللي هي وصلت 100 أو أكثر. اختصاصنا احنا هنا وحدة تشخيصية لفحص القشع، هاي العينات اللي طبعا تجينا عن طريق المريض ونتيجة الأعراض مالته، طبعا الأعراض مالته اللي هي سخونة تعرق ليلي، وبالإضافة إلى هذا سعال ونتيجة القحة المستمرة لمدة أسبوعين، في عن طريقه يتم جمع النماذج بثلاث أكواب. هاي الأكواب نعطيها طبعا هنا من وحدتنا أو من بعض المراكز. جهود الملاكات الطبية التخصصية في منطقة الدورة مستنفرة من أجل تشخيص الحالات الخطرة وعلاجها، خاصة بعد الإعلان الأخير لمنظمة الصحة العالمية الذي اعتبرت فيه أن مرض التدرن من أكثر الأمراض الخطرة في العالم. مرض التدرن من الأمراض المتوطنة بالعراق ومن الأمراض القديمة، وعدة أنواع حقيقة تسبب جرثومة بكتيريا، نوع من البكتيريا مايكو بكتيريوم تيبركلوسيس، ممكن يصيب أعضاء الجسم كلها تقريبا، بس بشكل عام إحنا معروف عليه أنه هو المرض رئوي أو تنفسي. إحنا في قطاع الدورة لدينا وحدة الأمراض الصدرية والتنفسية تتابع الحالات المكتشفة والمشخصة اللي هي عددها على مدى السنة الحالية 105 حالة. تنقسم هذه إلى رئوي وخارج الرئة في كل أصنافها، نتابعهم ونوصل المتابعة التام عن طريق إجراء الفحص الدوري لهم وإيصال العلاج لهم. تكمن خطورة مرض التدرن في سهولة نقل العدوى بين المصابين، خاصة في المناطق المزدحمة والمغلقة ومدخني الأرجيلة الذين يزدادون يوما بعد آخر، خاصة في أوساط الشباب. من بغداد، سرمد القيسي، المدى.
شكرا لزميل سمد القيسي على هذا التقرير حقيقة اللي انتقل اليوم إلى منطقة الدورة. ليش بالدورة تحديد دكتور؟ والمرض اللي افتهمناه حقيقة من المجموعة الأطباء اللي تحدثوا هم مخيف، يعني ما يقل خطورة عن الكوليرا بالنهاية. صحيح، حقيقة مرض التدفون هو مرض مو فقط في الدورة، يعني أنا كمدير وحدة الأمراض الصدرية والتنفسية في منطقة الدورة سجلت حالات في الدورة وسجلت حالات في منطقة المحمودية وسجلت حالات في منطقة الطامية أيضا. نعم. هناك قطاعات خاصة، قطاعات خاصة للمراكز الصحية، يعني عبارة عن مركز مسؤول عن 10 مراكز، مثلا منطقة الإعلام مراكز عندهم قطاع الإعلام، إحنا عندنا مراكز صحية تابعة إلى قطاع الدورة. نعم. ومراكز في المحمودية تابعة إلى قطاع المحمودية. زين. لكل قطاع أكو وحدة أمراض صدرية وتنفسية حقيقة. نعم. سجلت حالات تدفن، لكن أنا ما أقدر أجيبك سجلت حالات، بس بخصوص يعني قطاع الدورة بصفتي مدير وحدة الأمراض الصدرية والتنفسية. زين. سجلت من 1/1/2015 لحد البارحة حقيقة 105 حالة. ال 105 حالة هي عبارة عن 64 حالة تدفن رئوي و 41 حالة تدفن خارج الرئة. خارج الرئة. خارج الرئة. نعم. رقم هم كبير. كبير يعني. نعم. إحنا حقيقة توجهنا للإعلام على ود إحنا نبصر الناس ونرشدهم عن خطورة. نعم. هذا المرض ونمنع انتشار هذا المرض أو هذا الوباء في العراق. مشكور. إن شاء الله. إيه؟ حقيقة أنا أريد أن أتكلم عن طرق الوقاية عن هذا المرض إذا. نعم. تسمح لي. تحدثنا عن طرق. نعم. الانتقال. الانتقال. الانتقال قلنا إحنا العطاس قلنا وقلنا عن طريق السعال وعن طريق البساق. البساق هو يعني البسق في الأرض. نعم. هاي كلها طرق ينتقل بها المرض بالنسبة للتدفن الرئوي إذا تسمح لي. نعم. أخي العزيز الآن إحنا طرق الوقاية من هذا المرض حقيقة طرق الوقاية هي كالتالي: الشخص المصاب يضع كمامات، هاي رقم واحد. الشغلة الثانية أنه استخدام المناديل عند العطاس أو عند البسق. الشغلة الثالثة تجنب الأماكن المزدحمة. نعم. الشغلة الرابعة حقيقة التهوية في البيوت، ليش؟ يساعد على شنو؟ القضاء على البكتيريا. والشغلة الخامسة هي يعني حقيقة يعني تجنب المقاهي، تجمعات في المقاهي لشوب الأراجيل والتدخين. ليش؟ هذا التدخين هو حيدخل في الرئة ثم ينتقل، ومنطقة مغلقة راح يصابون به الشبابنا يعني مواطنين الكرام موجودين. يعني التدخين مشكلة. نعم التدخين مشكلة، لأن يعني المناطق تصير مغلقة، أماكن مغلقة يعني تتعرف، فهذا يعطس أو مرات يعني حقيقة يعني يصير عنده سعال. فتنتقل البكتيريا. يحبون نرجيله بعدين. والله حقيقة يبتعدون، لأنه يعني الشخص اللي يدخن أكثر عرضة لمرض التدفن، يعني المناعة ما تتقل ويصاب بمرض التدفن أيضا. زين. بعد أيضا طرق الوقاية إنه الشخص المصاب بمرض التدفن لديه ملامسين، يعني شخص انصاب من أفراد عائلة عنده ملامسين. نعم. هؤلاء الملامسين هم من لازم أوقيهم أنا بمراجعة المراكز الصحية عند ظهور أعراض التدفن. هو ينتقل بالملامسة أيضا يعني؟ لا العفو، الملامسين فقط. الملامسين قصدي يعني. ها. الأشخاص اللي يعيشون وياه. ها نعم. المرافقين يعني. المرافقين وياه، البالبيت وياه. زين هذا ينتقل لك احتمال المرض إلهم، فإحنا نعطيهم أدوية وقائية يعني من عمر 6 سنوات فما دون. طيب. نعطيهم الـ INH اللي هو الأيزونيازيد حسب الوزن مالته. أنا أكتب لي هي وأنطيك طرق وقاية إله على مود تحميه من مرض التدفن. نعم نعم. عندنا لقاح له ضده يعني. حقيقة اللقاح البي سي جي هو ينطي للطفل حقيقة. زين. بس إحنا هنا ما عندنا لقاح، لأن هذا المرض التدفن حقيقة هو مرض إنه أنت توقي نفسك من العدوى. يعني. نعم. أنت تنتبه على العدوى طرق الانتقال مالتها. كلقاح لا يوجد. يعني العلاج هو الوقاية. الوقاية بحدها. الوقاية بحدها. وتبتعد عن هاي الأمور اللي تكلمناها بطرق الوقاية. طيب. زين. الأمر الآخر اللي أركز عليه بخصوص. أزين. بخصوص مرض التدفن. نعم. الآن إحنا تكلمنا عن مرض التدفن الرئوي. نعم. حقيقة هناك أبواب يعني مثلا تدفن في العقد اللمفاوية. طيب. أو في العظام. نعم. أو في الجهاز الهضمي المعدة والأمعاء. زين. أو تدفن في الجهاز التناسل يعني. نعم. الجهاز التناسلي عفوا والجهاز البولي والجلد. نعم. حقيقة هذه الأمراض ما تشخص من وحدتنا كوحدة الأمراض الصدرية والتنفسية. نعم. هذه تشخص مثلا من أخصائي أو من استشارية يرسل إلي هذا المريض وأنا أعطي أدوية ما تدفن ومرات. نعم. أنا أكتشفه حقيقة. زين. يعني يصير حقيقة بيني وبين الطبيب المعالج رسائل بالعلاج ما تنعم. دكتور بعد قليل ضرور أن أثير إلى النسب يعني والإحصائيات. نعم. قبل لا أدخل البرنامج. نعم. أثناء البحث والإعداد. نعم.
أن العراق في عام 2013 كان في المرتبة الثامنة. نعم. ضروري أسمع منك الآن في أي مرتبة العراق يصنف حسب؟ والله هسه إحنا إلا تنتهي السنة لازم. إلا تنتهي السنة. نعم. زين قبل 2014 قد صار تصنيف العراق؟ ما شفت إحصائية دقيقة يعني. يعني أخي إحنا يعني. بس خلينا آخذ اتصال إذا سمحت. نعم. من أمرانين من الديوانية. نعم. لو من السماوة. من المثنى. من المثنى من السماوة أمرانين. حياك الله. حياك الله. حياك الله. تفضل. السلام عليكم. الله يحفظك ويرعاك عيني. بالنسبة لحالات التدرم. ايه. مو عندكم موضوع على حال التدرم يعني نسبة التدرم عالية؟ نعم. الدكتور تحدثين ويا الدكتور؟ تفضلي يا اختي. نعم حدح شوي دكتور. هاي الدكتور يسمعك شوي. تفضلي حياك الله. تفضل. ايه. حالات التدرم منين تجي؟ من كثرة المعامل اللي تؤدي إلى هاي الحالات الأجهزة التنفسية. نعم. هذا السؤال. طبعا هي مالبيئة لها تأثير. نعم. صحيح. البيئة ومتابعة المعامل وتأثيرها على الجهاز التنفسي بالنسبة للإنسان. زين أنتم تعانون من المعامل؟ نعم. المعامل مالتكم في المثنى شلون وضعها يعني؟ جاي تعانون من هالواقع يعني؟ وضعها لا زال نفس الشيء. زين. لأن البيئة ما تقدر تتجاوز هاي المعامل. ليش؟ ما لها صلاحية لأن المعامل موجودة. ماكو مثلا حالات استثنائية نعالج هاي البخار اللي يطلع عن البوجرة مع المعمل. نعم. ما لها إلا. نعم صح. يعني لا اكو شركه مثلا تعالجها لا باقي نفس الحال. صحيح صحيح هاي واحدة من المشاكل فعلا يعني. نعم. بالنهايه انا يعني حابه ذولا يعالجوها يعني يصير مخاطبه بين الصحه. نعم. وزاره البيئه. نعم صحيح ان شاء الله. مش يعني هو يفترض هذا يصير الانسجام بين البيئه يعني والصحه يعني وكنا احنا من الداعين الى ان تكون وزاره واحد يعني وزاره الصحه والبيئه من قبل البيئه. نعم. وزاره الصحه ليش تزداد هاي الحالات بكثره المعامل اللي ما عليها متابعه. صحيح صحيح. أمرانين أنا أشكرك على كرم الاتصال كنت معي عبر الهاتف من محافظة المثنى في السماوة. نعم. أمرانين أشارت إلى منطق إلى يعني منطقة كان مهم جدا. نعم. وهو أنه المصانع ما أن القدرة على مكافحة. نعم. فضلاتها اللي. نعم. تبثها عبر الجو يعني من خلال الدخان. نعم. طبعا أغلب المصانع هي أشارت في كلامها. نعم. الدولة ما تمتلك الصلاحية لمكافحتها لأن فعلا هي أغلب المصانع مملوكة لجهات. صح. معينة جهات خاصة وتحصل على استثناء. نعم. يعني بالنهاية لأن هو مسؤول كبير ويسوي له مصنعه. نعم. هذه شلون جاي نواجه مثل هذا المرض بالتحديد. نعم. في الجنوب هذا الجنوب دائما يعاني من هذه العشوائية. نعم. في الدخان المصانع الحقول النفطية. نعم. أيضا جاية تبث هاي السموم. نعم. هاي حقيقة من واجبات دائرة الصحة الموجودة في كل محافظة يعني. زي. هسه احنا مثلا أعطي مثال على بغداد احنا عندنا دائرة الصحة بغداد الكرخ ودائرة الصحة الرصافة حقيقة. ماشي بشكل جاد المرض في بغداد؟ هو المرض يعني منتشر أخي العزيز. نعم. يعني هذا منتشر حقيقة. يعني إحصائيات أنا تكلمت لحضرتك إحنا نفهم يعني الهيكلية مالتنا. زين. حقيقة إحنا وزارة الصحة معهد التدفون معهد التدفون. لا بس ماكو إحصائية دقيقة بس إذا تسمح لي عفو. ايه؟ بخصك يعني إحنا شنو سلسلة المراجع مالتنا. زين. وزارة الصحة معهد التدفون معهد التدفون ينقسم قسمين الدائرة الصحة بغداد الرصافة ودائرة الصحة بغداد الكرخ. نعم. دائرة الصحة بغداد الكرخ اللي هي العيادة الاستشارية. طيب. والعيادة الاستشارية في دائرة الصحة بغداد شنو الرصافة. طيب. العيادة الاستشارية في دائرة الصحة بغداد الكرخ مسؤول عن القطاعات. شنو القطاعات؟ قلت لك أنا مجموعة من المراكز مسؤول عنها مركز واحد اللي هو يصبون قطاع مثلا قطاع الدورة قطاع المحمودية قطاع الإعلام. نعم. قطاع الطامية. هذا كله تابع علما للعيادة الاستشارية الموجودة عندنا في منطقة البياع. زين. حقيقة يعني للأمانة. نعم. الجهود مبذولة. من قبل دكتور محمود جابر مدير. العيادة الاستشارية. زين. بالحد من انتشار هذا المرض وتوجيهاته مباشرة إنه بخلال اجتماعاته ويانا لل يعني تقليل من انتشار هذا المرض. نعم. ومساعدته ويانا من خلال حقيقة إنه عندنا إحنا برنامج أو عندنا نشاطات خاصة نقوم بها كمدواء يعني نسويها فصلية كل 3 أشهر وهي يعني توعية الكوادر الطبية والصحية أيضا وتوعية أيضا المدارس وتوعية المجتمعات والكوادر النسوية أيضا وتوعية أبناء الشعب كلهم حقيقة. نعم. فعندنا إحنا نشاطات إحنا بنتبعيها إنه الكادر الصحي والكادر التمريضي. نعم. والكادر الطبي وكذلك المدارس وقادات المجتمع والجوامع والحسينيات نطلع حملات تثقيفية لهم وعندنا رسائل توجيهية من ضمنها. نعم. يعني هاي رسائل الفولدر يعني الفولدر العفو هاي عدة فولدرات. زين. حقيقة هاي. نعم. فولدر. نعم. وهذا هو أيضا فولدر هذا يدخل المدارس. نعم يدخل المدارس وعندي هسه احنا في قطاع الدورة دكتور عبد الستار مشكور أيضا. نعم. إشراف مباشر من قبله أيضا. طيب. للحد من هذا المرض أيضا. نعم. دكتور عبد الستار مدير قطاع الدورة
أكد في عدة اجتماعات على الحد من مرض التدفن وبالإشراف المباشر من قبله. نعم. وعلى هاي فهذه هي الفولدرات التوضيحية والرسائل التوضيحية اللي احنا نقدمها كرسائل لموظفنا. دكتور إذا سمحت لي عندي اتصال من محمد من بغداد. محمد من بغداد حياك الله عين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولو زحمة أريد بس ممكن إذا أتحدث في القريب. الدكتور فضل. الدكتور فضل. يسمعك عين تفضل. السلام عليكم شلون طيب. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي بنية بس طفلة يعني أنا قصدي الأطفال من 0 إلى 6 أشهر شلون أميز هذا المرض وشلون أعالجه أو طرق الوقاية الأولية إلى أن أوصل للمستشفى. نعم. شلون أميز بالضبط؟ نعم. حقيقة أشكرك محمد عيني. نعم. إذا تقدر تسمع من الراديو أو من التلفزيون شكرا لكرم اتصالك. حقيقة الالتزام باللقاحات يعني الأطفال باللقاح البي سي جي الذي يعطى للطفل في الأشهر الأولى من الولادة بعد الولادة حقيقة. طيب. وكذلك إذا كان في العائلة أكو شخص ملامس أو شخص مصاب عفوا بمرض التدفن أيضا يتوقع الحذر. كذلك الدلالات اللي الدلالات الموجودة عندها كذلك الطفل أيضا يعني يصاب بسعال بأكثر من أسبوعين مرات يعني يجون أطفال يقول الدكتور إنه السعال ما تستمر لمدة أسبوعين همين إحنا نشك بهذا الشيء نسوي له رقائق الشعاعية والتصويب الشعاعي أهلنا يأخذوها على فطرة يقولون فلاونزا فلاونزا إحنا بس يصير أكثر من أسبوعين إحنا نشك به إنه هذا بيه مرض شنو التدفن. بس أهم شيء هو الالتزام باللقاحات مالته لقاح البي سي جي هو يعطى للطفل بعد الولادة حقيقة. وأيضا إذا ظهرت الأعراض اللي طرقت لها آني الأعراض هي شنو يعني السعال أكثر من أسبوعين الطفل أيضا يصاب بحمى زين وما يستجيب للمضادات الحيوية يعني العلاج الأنتيبايتك ما يستجاب. نعم. عن طريق أيضا الأشعة إحنا راح نشوف إنه هذا موجودة عن طريق على يعني علامات موجودة في الأشعة يشخصها الطبيب يعني عتمة بيضاء في الأشعة راح يدل إنه وجود مرض التدفن ونقدر نشخصه كمرض تدفن ونعطي علاج خاص أكو علاج خاص للتدفن للأطفال من 6 سنوات فما دون ومن 6 سنوات فما فوق. شو المشاكل اللي نواجهها دكتور في مراكزنا الصحية لمكافحة المرض حقيقة تحدثنا بصراحة في هذا الجانب. والله المشاكل اللي نواجهها حقيقة إنه إحنا المتسببين يعني متسببين من يعني من العلاج. نعم. أنا حقيقة نتابع الآن المتسببين ليش؟ لأن المتسبب الشخص يعني أنه شخص أنه بيه مرض تدفن ومرض التدفن حقيقة علاجه. نعم. هو لمدة 6 أشهر. طيب. على مرحلتين مرحلة مكثفة ومرحلة متممة. المرحلة المكثفة هي 2 شهر والمرحلة المتممة 4 أشهر. نعم. بصورة عامة دا حتكلم المرحلة المكثفة بها أبعد عقاقير يعني بها أبعد أنواع من الأدوية في 4 حبوب تعطى قبل وجبة الفطور في نصف ساعة. نعم. يعني كل حباية بها أبعد عقاقير أبعد أنواع من الأدوية. نعم. بعد انتهاء المرحلة المكثفة تأتي المرحلة شنو المتممة هيك يطول العلاج مالك. نعم 6 أشهر هو كان سنة حقيقة وقلص أصبح 6 أشهر. نعم. حسب منظمة الصحة العالمية المرحلة المتممة هي عبارة عن عقارين موجودة في 4 حبوب زين. يأخذها قبل الوجبة. نعم. احنا نواجه انه بعض الأشخاص المصابين بمرض التدفن يعني ما يلتزمون في العلاج فاحنا ندعو من خلال هذه القناة انه يلتزمون بالعلاج. ليش؟ طيب. لان احنا حتواجهنا مشكلة المشكلة MDR Multiple Drug Resistance يعني الدواء المقاوم هذا راح يقطع إذا قطع العلاج لمدة أكثر من 2 شهر راح يتحول السل إلى سل مقاوم السل المقاوم راح نواجه مشكلة شنو هي المشكلة حقيقة زين. إنه إحنا حنحول إلى معهد التدفن ويأخذ أبر لمدة 2 سنين المعهد مهيئ لاستقبال هاي الأمراض نعم بأمانة تقنياً وكل شيء يعني حتى الأطباء مشكورين. نعم. ولكن إحنا ينقصنا حقيقة شنو ينقصنا الإعلام نعم يعني احنا نريد مساعدة الإعلام يعني عن طريقكم وسائل الإعلام انه يساعدونا بتثقيف الناس وتثقيف المدارس تثقيف المجتمعات تثقيف قادة المجتمع خطباء المساجد زين عن طريق الإعلام انت مشكور حقيقة وصلت الى برنامج الله يسلمك وانا خصصت حلقة اليوم ان تكون تثقيفية في هذا الجانب حقيقة مرض التدفن مرض يعني خطير يعني حقيقة يعني كإحصائيات وعندي آخر اتصال اذا سمحت لي من الدورة من ام محمد ام حمزة ام حمزة اذا تسمعيني حياك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة السلام. الله. يعني سمعنا بالآونة الأخيرة أكو نوع من أنواع السل الرئوي ما بيعلاج. إذا صحت هذا يعني. وين سمعتي أم حمزة؟ منين سمعتي؟ يعني ليش بتحدد إمارة بغداد وهاي من المقاهي وهاي مكانات التجمعات؟ زين. ليش بيسووها مغلقة حتى ما تأثر على يعني على البيئة؟ نعم.
أم حمزة تمنعها تحد يعني من تكاثر هاي جي. كل الزاد تعد المقاهي والأراجيل ولا كل الزاد تعدنا هاي كلها تأثيرها سلبي خاصة الشباب وعد على واس الله يعني. إيه منين سمعتي أم حمزة؟ يعني يهمني أن أعرف منين سمعتوا إنه المرض أكو مرض من نوع من أنواع السل لا علاج له. والله عايشة يعني فاشين طبيب وأكو يعني قاعدين يعني نعم يشتون. اوكي انا اشكرك ام حمزه، شكرا على كرم الاتصال. نعم فعلا اكو عندنا في اقل من دقيقه. نعم اذا تسمح لي. لا علاج له اخ حامد تسمح لي، لان الوقت بدا يدركنا. نعم الحالات المسجله عندنا هي حالات جديده، يعني الحالات اللي يصنف فيها مريض التداول عندنا بالكارتات مالتنا. طيب الحاله الجديده اللي صاب حاله جديده. نعم وحاله ناكسه انه شخص مصاب بمرض التداول قد شفي ثم انعاد المرض عليه، نسميه حاله شنو؟ ناكسه. نعم ويسموه يعني معالجه بعد انقطاع، يعني انقطع عن العلاج ثم رجع للمعالجه وفشل العلاج، انه احنا نعطيه علاج بس يفشل العلاج مالته لعدم التزام المريض. اكو حاله يسموها المقاوم، يعني بكتيريا المقاومه، هاي بكتيريا نعم. يسموها ملتيبل دراج ريزيستنس، هذا حقيقه يعني ما تستجيب للعلاج مالته مال المرحله. عندنا هاي الحاله دكتور؟ نعم عندي حاله واحده في منطقه الدوره وحولتها الى مرحلة التدفون، هاي تحول الى نوع اخر اللي هو نوع من انواع الاوبر. هذا وين حولناها؟ انا حولتها الى مرحله التدفون حقيقه، هذا ما عالجه لان هذا يسموه ملتيبل دراج ريزيستنس، يسموه البكتيريا المقاومه. هذا علاج اوبر لمده سنتين حقيقه يعني. عجيب. اي نعم تعطى يعني لمده سنتين. زين هاي الاوبر دكتور. نعم انا الوقت انتهى حقيقه. نعم. يفترض انه نعم الملف يثار في حلقه كامله. نعم. حقيقه انا اشكرك على كرم حضورك في استوديو ناس وحكومه، وشكرا على هذا الوقت اللي منحتنا اياه لتثقيف المشاهدين والمواطنين على مرض التدرن ومكافحته والوقايه منه، الدكتور القعقاع طاهر. طبعا الطاهر القعقاع طاهر مو طاهر او الاسم ثقيل القعقاع الله يسلمك اسم تاريخي بالنسبه حياك الله. الله يسلمك مدير وحده الامراض التنفسيه. بس اسمح لي يعني بس اريد اوضح شغله اذا تسمحوا لي. احنا من طرقنا الى هذا المرض احنا مو لبث الرعب والخوف للمواطنين الكبار، بس بغرض احنا شنو ارشادهم والوقايه من المرض والوقايه من العلاج. شكرا جزيلا. حياكم الله. شكرا لكم مشاهدي ومستمعي المدى على حسن متابعه، تقبلوا تحياتي انا في الاعداد والتقديم حامد السيد وتحيات فريق العمل. التقيكم غدا باذن الله تعالى ان بقينا وبقيه الحياه في امان الله. شكرا جزيلا.